الجلسة الافتتاحية للمناظرة الدولية حول 30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية، كونية حقوق الإنسان، فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟ افتتحت بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه التظاهرة الدولية، والتي تلتها رئيسة المجلس السيدة آمنة بوعياش. هذه الرسالة هي إطار مفاهيمي، إطار للتفكير، ولكن إطار كذلك للمستقبل، كيف نسائل وكيف سنعمل جميعا انطلاقا من هذه الندوة الدولية في تجديد الالتزام أولا الكوني، ولكن كذلك في استحضار التجارب ديال دول الجنوب كممارسة فضلة ممكن أن تخلق نقولوا حلولا مبتكرة لما نعيشه اليوم. المشاركون في الجلسة الأولى لهذه المناظرة أبرزوا أن الكونية التي تميز حقوق الإنسان أصبحت محط انتقاد في سياقات ثقافية واجتماعية، ما يتطلب تحديد آفاق تطوير مفهوم كونية حقوق الإنسان في سياق التحولات المستمرة. نجدد تأكيد التزامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها بطريقة كونية، ونقوم بذلك مع شركائنا عبر العالم مثل المغرب لمواجهة أهم التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الإنسانية في مختلف أنحاء العالم. وبهذه المناسبة أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أشادت بالتفاعل الإيجابي للمملكة المغربية مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. المسؤولة الأممية أبرزت كذلك ريادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يطلع بدور محوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.